مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير. تحية احترام وتقدير نقدمها لكم مشاهدينا من كل مكان في الأردن وفلسطين وبلاد الشام وكل الوطن العربي، ونتمنى أن تبقى بلادنا عامرة بالعز والخير، وتبقى عامرة بشبابها الذين يقودون مسيرة التغيير والتأثير في المجتمع، شباب الوطن الذين هم عدة الأمم وثروتها الحقيقية ومقياس للتقدم والارتقاء. لهم ولكم منا أرقى التحايا، أهلا بكم. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب. يلا نرسم بكرة الأحلام نزرع أرض الوطن الأغلى. كيف الشباب يلا يلا يا شباب يلا يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يا شباب. والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا. وتحية للشباب، وتحية لهمة الشباب، وتحية مقدسية للمرابطين والمرابطات على أبواب الأقصى الحبيب. فما أعظم أن يسيل مداد القلم كما تسيل دماء العاشقين هناك. فالأقصى فلسطيني كما أنه أردني وسوري ومصري، فهو عربي إسلامي. لأجله تخفق القلوب وأمام أسواره الشماء تتساقط الكلمات، وبين يديه يتقزم كل عمل نقدمه لأجله. فهو أعظم وأكبر من أن نوفيه حقه برص كلمات أو نظم أبيات. فما أصعب الكتابة عن الأقصى في زمن نفقد فيه الأقصى ونبحث فيه عن عمر وصلاح ليعيد لنا قدسنا، ونقدم على أعتابه بضاعتنا مزجاة أملا وعملا في أن نسهم باقتلاع أصول الحقد المحيط بأقصانا الأسير إن شاء الله. الأقصى يجري بدمي وانا همي الأقصى همي. يلا نحرر هالأقصى ويلا تنصحي هالأمة. على أقصى روحي ولو زادت يا أقصى جروحي رح تضلك انت هالليل. وأقصانا الحبيب حاضر في القلوب وهو جوا أرواحنا، ولن ننساه أبدا ما حيينا. وتحية للمرابطين هناك، تحية للمرابطات الذين يحيون في نفوسنا نحن هنا الأمل بأن نكون إن شاء الله قريبا مصلينا في مسجد المسجد الأقصى المبارك، ونحن فاتحين بإذن الله ولسنا سائحين أو مطبعين مع الكيان الصهيوني. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم معنا، معكم نحن الآن في برنامج بيتكم عامر في نهاية الأسبوع اليوم الخميس. نتمنى إن شاء الله أن نقدم لكم كل ما هو فيه جديد ومفيد في حلقة اليوم. حلقتنا اليوم زخمة نوعا ما، وفي جعبتنا الكثير ما يتعلق في بعض الأخبار رح نختارها لكم اليوم، واخترناها في أجواء الأقصى وكذلك الأجواء العامة عندنا هون في الأردن، بعض الأخبار الدولية وغيرها. أيضا رح يكون فقرتنا اليوم
هي فقرة بإحنا شباب، بداية أول حلقاتنا اللي هي رح تكون كل خميس تتعلق بالملف الشبابي أو ما يتعلق في قضايا الشباب، سواء كان من نجاحاتهم أو كان من يعني بعض المشاكل اللي تعتريهم أو مبادراتهم الجميلة والرائعة. كل ما يتعلق في موضوع الشباب رح يكون إن شاء الله معكم كل خميس، نتناول فيه عدة موضوعات. موضوعنا اليوم الرئيسي رح يكون اليوم موضوع مهم جدا، وهو حديث الساعة، ارتفاع أسعار الرسوم الجامعية في الجامعة الأردنية لطلبة الموازي وكذلك لطلبة الدراسات العليا. هذا القرار الذي صدر بالفصل الدراسي الثاني وتم تنفيذه بالفصل الأول، وكان له الكثير من ردود الأفعال يعني المتضاربة والغاضبة من الطلاب الجامعيين اللي بتعلق فيهم هذا القرار. طبعا اليوم رح يكون معنا شاب من التجمع الطلاب الذي صار في تجمع بعد ذلك ينادوا بمطالبهم وبرفضهم لهذا الاعتصام، لهذا القرار من خلال اعتصامات، اعتصام أول واعتصام ثاني. ومعنا اليوم رح يكون هشام العياصرة، عضو من التجمع الطلابي، الذي يتحدث عن أسباب هذا التجمع وأسباب رفضهم لهذا القرار الذي برأيهم هو قرار مجحف بحقهم، قرار يعني غير عادل، قرار يتعلق بالفئة الفقيرة التي تتضرر من هذا القرار، كونه أكيد يعني الأغنياء كما يقولهم يعني ما عندهم أي مشكلة في ارتفاع الأسعار التي تزايدت من 100% من 100% إلى 180%. طبعا ورح يكون إن شاء الله معنا اتصال أيضا مع رئيس الجامعة الأردنية طبعا خليف الطراونة حتى يتحدث لنا ويعطينا مبررات لمثل هذا القرار الذي صدر في ارتفاع الرسوم الجامعية، وبذلك حتى تكون الرؤية واضحة، نشوف ما أين هو الخلل وكيف يمكن أن تحل هذه الأزمة والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة في الجامعة الأردنية وكان عليها ردود غاضبة. وإن شاء الله إحنا نتمنى كمان برضو من الشباب اللي بتابعونا والصبايا والأهالي كمان اللي عندهم أبناء في الجامعة ولامسهم هذا القرار إنهم يعني يتابعونا ويتصلوا حتى نسمع رأيهم وردود أفعالهم. ومعنا كذلك يكون في تقرير واستطلاع حول هذا الموضوع، نتمنى متابعتكم. ومعنا أيضا فقرة خاصة اليوم رح نكون معكم بفقرة على ذوقكم، بعد هذه الفقرة هي مع الأخت منى السطري، تقدم لنا برضه شغلة حلوة على ذوقكم إن شاء الله تنال إعجابكم، ما يتعلق تدوير قطع قديمة، حتكون معنا على الهواء تفرجينا هاي العملية، وبهيك إحنا بنكون برنامجنا بكل ما يحوي من الفقرات إن شاء الله ينال إعجابكم. مشاهدينا بعد الفاصل مباشرة رح نكون معكم باخترنا لكم، خليكم معنا حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ونحن كما قلنا نتحدث دوما عن الأحداث التي تكون في الساحة ومستجداتها، وأكيد يعني على صعيد الأحداث الدامية التي في يعني أو المؤلمة في الأقصى المبارك، حيث هنالك ما زالت المجريات الاعتداء على الأقصى وعلى المرابطين هناك والمعتكفين والمصلين، ومنعهم من دخول المسجد يمكن أقل من أو أكثر من 50 سنة، فما فوق اللي بيصح له بس يفوت ويدخل ويصلي، إلى غير من الاعتداءات على النساء، النساء الحرائر، نساء الأقصى المقدسيات المرابطات هناك بشكل يعني بصراحة يعني أكيد يعني يستهجن عندما يعتدي عليها الصهيوني بطريقة قد تكون مؤلمة فعلا لمن شاهد هذه المشاهد. في فيديو حابين احنا نشاهده حول ما يتعلق ببعض الاعتداءات التي تمت وما زالت الى الان من الكيان الصهيوني والهجمة على هذا المسجد ومحاولة المتطرفين الدخول لممارسة شعائرهم وما يريدون ان يفعلوه بهذا المسجد. خلينا نشاهد هذا الفيديو ثم نعود لكم. نشاهد إذن هذا الصهيوني الذي كيف ضرب يعني الفتاة المقدسية على الأرض
نقول له شلة يمينه وشلة يمين كل من يحاول أن يمس كل الحرائر بكل مكان وبكل وطن عربي. يعني نلاحظ فعلا يعني كم هو شيء مؤلم، ونجد أنه كيف كان أصداء هذا الأمر بما يتحدث به من أهل الناس من أهل الأقصى. معنا كان الأستاذ يعني رضوان عمر رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى، كان له يمكن مدونات ومنشورات على الفيسبوك يتحدث فيها عن الأحوال هناك، حيث قال أنه حدثتني أخت مرابطة فاضلة تتحدث عن واقعة خطيرة حدثت في المسجد الأقصى من خلال اعتداء أحد الضباط على أو الجنود على امرأة أو فتاة مقدسية، وكان يعني كان هو يسير ضمن جحفل طويل وقطيع من الصهاينة حتى يروح يقوم بالصلاة، ففجأة واحد من هؤلاء الجنود قام بحركات هستيرية وجنونية وأصبح يضرب كل من حوله حتى ضرب الضابط وضرب الجنود اللي معه. طبعا هو يتساءل أو يعني يقول يعني هل هذا ممكن يكون مجنون فعلا لو كان معه شيء من السلاح الحي والرصاص الحي ويقوم بإطلاقه على المصلين هناك، ماذا سوف يحكون؟ هل ستصبح هنالك مجزرة أخرى كما التي كانت في المسجد طبعا الإبراهيمي في الخليل عندما جاء هذا الدكتور البروفيسور الجندي الصهيوني أيضا وقام بادعاء أنه مجنون وقام بطبعا إطلاق النار الحي على المصلين هناك؟ فيعني لا ندري ما هو الهدف من ذلك. وهو يعلق يقول يا هؤلاء اجمعوا مجانينكم وارحلوا بعيدا، فليس مساجدنا مشافي للمجانين أو المختلين أو المضطربين، وربما ستتحسن أوضاعهم قليلا بالخدمة على حدود غزتنا الأبية طبعا، فهناك الشفاء التام لحالاتهم المستعصية. كان تعليق جميل جدا، وهو فعلا هذا رد على هؤلاء المجندين هؤلاء الصهاينة اللي ما هم بيحاولوا دوما أن يعني يستبيحوا الدم ويستبيحوا الحرمة حرمة الأقصى، لكن بنفس هؤلاء المرابطين وبثباتهم يكون هنا الأمل إن شاء الله في التحرير. هذا خبر أول ما يتعلق في أجواء الأقصى المبارك، نسأل الله عز وجل لهم الثبات على ما هم عليه في وجه المحتل. أخبار أخرى حابين ننقلكم إياها ما يتعلق في أجواءنا عندنا هون في الأردن، بخبر إيجابي وجميل يتعلق بالباص أو ما يقول الأمانة تدشن خدمة مكوك البلد في وسط العاصمة، حيث دشنت أمانة عمان الكبرى أمس وتحت شعار لف البلد بربع دينار خدمة مكوك البلد في وسط العاصمة عمان عبر تشغيل 4 حافلات في مرحلتها الأولى حصلت عليها من الشركة المتكاملة للنقل حتى تنطلق في أوقات معينة. طبعا القرار جاء حتى هذه الخدمة كانت التي طبعا ستقدمها الأمانة مجانا لمدة أسبوع قبل أن تصبح بربع دينار، وهي جزء من منظومة تحسين الوضع المروري في وسط البلد أو المدينة من خلال تشغيل خدمة حافلة كل 10 دقائق تنطلق من رغدان مرورا بشارع الهاشمي وساحة المسجد الحسيني وسوق الخضار على امتداد شارع الملك طلال ومتحف الوطني الرئيسي ومركز الحسين الثقافي انتهاءا بمنطقة المهاجرين. طبعا بيحكوا انه هاي الخدمة جاءت ضمن توجه الأمانة لحل مشكلات النقل في العاصمة عمان وفق حزمة من الإجراءات شملت تحويلات مرورية ومعالجة لمشاكل البسطات وتخصيص مواقف لسيارات المواطنين، ومن ثم ستبدأ قريبا بتنفيذ مشروع الباص السريع. طبعا جميل جدا يكون هذا الخبر يعني، وحلو نحن برضو نشوف في بلدنا والأردن أشياء جديدة هيك، وخاصة ما يتعلق بتحسين الوضع المروري من خلال الأزمات الخانقة اللي احنا عم نشهدها وعم نشوفها في مطنا الحبيب. إن شاء الله نتمنى دوما أن يكون هنالك مشاريع جميلة وتخدم المواطن. والأحلى شيء في الموضوع أنه بصراحة السعر يعني مش كتير غالي، ربع دينار يعني متوقع أنه مقدور كل واحد أنه يقوم بدفعه. هذا الخبر الأول. خبرنا الآخر يمكن يكون مش إيجابي كتير، ما يتعلق بالوكيل. هذا الخبر جاء عن ظاهرة سلبية في مدينة العقبة. هذا الخبر يتعلق بشباب كانوا ذاهبين إلى مدينة العقبة حتى هذا المكان البعيد الجميل الذي يريح النفسية نوعا ما، حيث السكون الهدوء وإطلالة البحر. فكانوا مجموعة شباب جالسين مع بعض، فجأة نظروا إلى مجموعة من الناس أو الأجانب بقوموا في تناول المشروبات الروحية، فهذا الشيء أثار غضب هؤلاء الشباب اللي ما شاء الله عنهم أكيد يعني شيء جميل جدا إنهم ثاروا عشان على دينهم وغضبوا لدينهم، فشعروا بالغضب الشديد. فواحد فيهم اقترح إنه يذهبوا إلى مكان فيه شرطة كانت قريبة، مكتب شرطة من المكان اللي هم فيه، حتى يشتكوا يقولوا كيف يعني ليس إنه هناك ممنوع أن يقوم أحد بتناول المشروبات الروحية في الأماكن العامة. فأجاب الشرطي وقال له نعم أكيد ممنوع، لكن فقال له في عنا جنبنا مقابلنا مجموعة من السياح طبعا جاي مع بعض جروب سياحي وعمالهم بتناولوا المشروبات الروحية، فقال لهم لا لا لا
هذا شيء إلا السياح اللي هم يحق لهم ما لا يحق لغيرهم. طبعا هذا الشيء كان رد صادم لهذا الشاب الذي يعني قال يعني مش عارفين شو نجاوب، إنه فعلا إنه هذا الفوج السياحي اللي جاء يسمح له أن يتناول مشروبات روحية وينتهك من حرمتنا. فهذا الشيء يعني يمكن أثار عندهم الغضب والحزن نوعا ما، ما عرفوش إيش يجاوبوا إيش يردوا. إحنا بنحكي أكيد يعني نتمنى نكون بلادنا بلاد كما هي بلاد الخير، أن تكون بلاد اللي تحترم التعليم والتقاليد الإسلامية وتحترم مدى الاهتمام بالرجوع إلى ديننا وتعليم ديننا التي لا تسمح أبدا أن نشوف ونشاهد مثل هذه الأمور. وإحنا بالفعل أن ننظر الموضوع نظرة إيجابية، أنه في شباب الحمد لله يعني خيرين عندهم هذا هاي الغيرة على دينهم، فإحنا بنحييهم فعلا. خبرنا الثاني هو خبر برضو جميل وحلو يتعلق بمدرسة من المدارس المتميزة، مدرسة التي قدمت يعني قدمت لنا قصة نجاح. احنا يمكن نسمع عن قصص نجاح لأشخاص يمكن مؤسسات، لكن مدارس أن تكون هي قصة نجاح. فهي المدرسة عندنا هون في الأردن مدرسة لبابة بنت الحارث الثانوية المهنية للبنات، وهي المدرسة الأولى المتميزة على مستوى محافظة جرش. طبعا مديرة المدرسة هي الأستاذة هدى العتوم أمين سر مجلس نقابة المعلمين، وإن شاء الله تكون معنا على الهاتف الآن حتى نحكي معها ونتحدث ونهنئها على هذا الإنجاز الجميل ونتحدث معها عن هذه المدرسة. نشاهد إحنا التقرير، إذن في تقرير مشاهدينا حول هذه المدرسة ثم نعود إليكم. دائما ما تجد المتميز في مجال ما من الناس، لكن أن تجد مدرسة بأكملها حافظت على تميزها لسنوات طويلة أمر جميل جدا، خاصة وأن آلاف الطلبة أو الطالبات يمرون عبر أروقتها وينهلون من فيضها علما ينفعهم وغيرهم. نتحدث عن مدرسة لبابة بنت الحارث في محافظة جرش، والتي بدأت كمدرسة أساسية ثم تم إدخال التعليم المهني عليها لتصبح المدرسة المهنية الوحيدة في المحافظة للإناث، ثم أضيف عليها تخصص الإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي لتصبح مدرسة شاملة تدرس تخصصات أكاديمية وأربع تخصصات مهنية. مدرستنا تشمل أربع تخصصات مهنية اللي هي تجميل، تربية الطفل، إنتاج ملابس، تصنيع أغذية. تخصصات مهنية بتعلمنا مثلا إنتاج ملابس، الخياطة، تصنيع أغذية، كيف نصنع غذاء منزلي. عندنا كادر تعليمي متميز جدا، وتم اختيار لمدرسة لبابة لكونها مدرسة مميزة ولكونها يحتوي على معلمات مميزات من قبل كادر إداري وكادر معلمات وتعليم ممتاز. وهي المدرسة إنه بيخرج منها كل سنة الأوائل والأوائل على المملكة وأوائل على المحافظات. حصلت المدرسة على عدد من المراكز الأولى على مستوى المملكة خلال السنوات الماضية، فمنذ العام 2004 حصلت على 20 مركزا متقدما في نتائج الثانوية العامة، وعلى مدار السنوات حصدت المدرسة مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل في المملكة بامتحان الثانوية العامة أيضا، كما تتفوق بنسب النجاح ومتوسط العلامات لتتصدر مدارس محافظة جرش. يتم تطوير النماذج التي تحتاجها المدرسة ضمن ملف واسع وشامل يشمل كافة فعاليات المدرسة، وملف خاص يسمى ملف الإنجاز، إذ أن لكل معلمة وإدارية في هذه المدرسة ملف إنجاز تسجل فيه إنجازاتها أول بأول وضمن نماذج معتمدة تقوم المدرسة بتطويرها أولا بأول. وأيضا لدينا اهتمام بما يسمى بتحليل البيانات، إذ أن لدينا مجموعة تحلل بيانات المدرسة بكل معطياتها وبكل فعاليات المدرسة أولا بأول. المعلمات كان لهن نصيب من النجاحات بعد الجد والاجتهاد، فقد حصلت اثنتان منهن على جائزة الملكة رانيا للتميز، والمدرسة كان لها نصيب أيضا بالجوائز، فدرع المدرسة المتميزة كان لها بالإضافة لعدة دروع أخرى. تقوم المدرسة على العديد من الفعاليات، فمن عقد دورات واستضافة محاضرين إلى عمل مشاريع إنتاجية تدعم المدرسة التي وصلت ميزانيتها إلى آلاف الدنانير، لتتوج هذه الفعاليات بحصول 43 معلمة على دورة ICDL، كما تتواصل المدرسة مع الخريجات لمتابعة أمورهن بعد الثانوية العامة. أما بالنسبة للطالبات فإن المدرسة تقوم على إعداد العديد من البحوث الإجرائية والاستراتيجية لتطوير أداء الطالبات في المدرسة، إضافة للعديد من المشاريع التطويرية كمشروع المعلم الصغير، والذي يقوم على تدريب الأقران لبعضهم البعض.
وتشارك المدرسة بالمسابقات المتنوعة على مستوى المحافظة، وتطرح العديد من المسابقات التنافسية داخل المدرسة في محاولة لاكتشاف المهارات وتطويرها والعناية بها. لدينا نظرة شمولية لتطوير العمل من خلال مراجعة كافة جوانب العمل ومن خلالها النماذج بحيث يتم تطويرها في كل عام. نركز في المدرسة على طبيعة العمل الجماعي من خلال دمج الطالبات مع المعلمات في الفعاليات والنشاطات المدرسية. اللي شجعني على المدرسة اللي هو التفوق الدراسي الموجود فيها، يعني في بالمدرسة من أوائل المملكة، ثانية ثالثة رابعة أولى على المملكة، وهذا أكيد لجهود الهيئة التدريسية والإدارية الموجود بالمدرسة. زيارة أسر الطالبات والتعاون مع المجتمع المحلي لم يغب عن إدارة المدرسة، والتي دأبت على الإبداع في كل مشروع لتتميز عن غيرها من المدارس وتتحصل لقب المدرسة المتميزة عن جدارة واستحقاق. مصعب الأشقر، قناة اليرموك. نشكر زميلنا مصعب الأشقر على هذا الإعداد على هذا التقرير. ومعنا على الهاتف مديرة مدرسة لبابة بنت الحارث الثانوية الأستاذة هدى العتوم. السلام عليكم أستاذة هدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك، ونبارك لكم هذا الإنجاز العظيم، نبارك لكم هذا التميز في هذه المدرسة وهذا الصرح التعليمي بداية. أشكرك كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج والتلفزيون على الاهتمام ب هذه القضايا التربوية والأعمال الميدانية اللي في قطاع التعليم صحيح يزخر بها في مدارسنا المختلفة. الله يحييك يا رب. محبين ما شاء الله من خلال هذا الإنجاز اللي احنا شهدناه من خلال التقرير، نسألك ما هو سر هذا النجاح؟ يعني ما هي عوامل التي يمكن أن تكون أساسية في نجاح أي مؤسسة تعليمية؟ ونحن نتحدث الآن عن مؤسسة تعليمية، ولا نتحدث عن يمكن مؤسسة خاصة أو نتحدث عن مبادرات، إنما نتحدث عن صرح تعليمي مهم وجزء من المجتمع وجزء من تطوير التعليم عند الأبناء. فما هو سر هذا النجاح؟ نعم، الله يبارك فيك. الحقيقة هو يعود إلى الفريق العمل اللي في المدرسة، ويلحظ الجميع من فضل الله عز وجل العمل الجماعي المتميز في مدرسة بابا بنت الحارث. احنا في مدرستنا الفرق العمل في مجال خطة التطوير، وأيضا في مجال مجتمعات الممارسة في المدرسة في مجال الأقسام المختلفة، كل منسقة قسم وكل رئيسة لجنة تعمل وكأنها مديرة تنفيذية في المدرسة، بحيث أنها تقوم بكافة الأعمال التي يستلزمها إما قسمها أو تستلزمها خطتها مع فريق عملها. لذلك التكامل، التنسيق المشترك في المدرسة، إحساس كل معلمة أنها هي تعتبر جزء من هذا الفريق المتميز وأنها مسؤولة أمام الله عز وجل. أتوقع أنه هذا أدى إلى مثل هذا الإنجاز، لأنه مؤكد مثل هذه الإنجازات لمؤسسات التربوية لا يمكن أن يقوم لا بشخص مدير ولا بشخص فرد فقط في المؤسسة، إن لم تكن الجهود جماعية لن نستطيع أن نصل إلى أي نوع من أنواع الإنجازات. ما شاء الله عنكم، الله يبارك لكم. أكيد إحنا نتمنى برضو تعطينا نصائح أيضا للمدارس الأخرى، يعني حتى تحذو حذوكم، ماذا تقولي لهم يعني سواء إدارة أو كادر يعني تعليمي أو فريق عمل بشكل عام، ماذا تنصحيهم حتى يعني نحن إن شاء الله حابين تتكرر هاي التجربة في مدارس المملكة كلها وليس فقط في مدرسة واحدة، وإن كانت هي الرائدة أكيد يعني في هذا المجال. يعني إحنا نتحدث عن تقسيم العمل أصلا ابتداءا، وأن يقدم كل شخص ما يتقنه في مؤسسته، وأن يكون هناك نوع من التحفيز الدائم للأسرة التعليمية سواء المعلمات أو الإداريات، الاهتمام بالمفردات التعليمية جميعها وعدم إغفال أي منها، الإحساس أنك أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت على شغرة فلا يؤتينا من قبلك، فكل واحد يحس حاله هو المسؤول وهو المحاسب أمام الله عز وجل. الحقيقة الإدارة الأصل أن تحترم المعلمين بأقصى ما يمكن، والأصل أن تراعي الطلبة وتراعي احتياجاتهم بأقصى ما يمكن. والحقيقة الإطلاع على المدارس الأخرى تجاربها ربما سواء كانت على المستوى الوطني أو على المستوى المحافظات، الأصل أن يكون هناك تمازج في هذه الخبرات، تبادل خبرات مع المدارس الأخرى،
كل إنسان كما قال الحكمة ظلت المؤمن أينما وجدها نعم. أخذها نعم. كل ما وجدت في هذه المدرسة فكرة، في هذه المدرسة طريقة وعمل، الأصل أن تضمها إلى مجموعة أفكارك ومعطياتك اللي أنت تتعامل معها. نعم. الحقيقة حضرت المدرسة بعدة مشاريع تطويرية على مستوى المملكة، تطبق مشاريع تطويرية نعم. ومن فضل الله كنا إذا حظينا بمشروع تطويري وانتهى مدة المشروع لا نلقي الأفكار والطروحات المشروع نلقيها جانبا أو نضعها جانبا لأنه انتهينا، بل بالعكس كنا نبني عليها ونزداد أفكارا، وكانت كل المشاريع نضمها إلى بعضها البعض. جميل. حتى تصبح كل مشروع، إذا هذا المشروع يختص في الإدارة وهذا المشروع يختص في البيئة وهذا مشروع يختص في المعلم، كانت المشاريع تلتحم معا، وما زلنا نعتقد أن كل مشروع يجب أن يبنى على المشروع الآخر، وهذا هو طريقة عملنا في المدرسة. جميل. وإحنا كمان برضو من هنيكم من عندنا أكيد يعني من قناة اليرموك وبرنامج بيتكم عامر، نقول لكم إن شاء الله بالتوفيق دوما وأن تكونوا في الريادة وأن تكون نموذج للمدارس الأخرى في تقديم يعني ما هو جديد ومتميز، وخاصة إنه إحنا بنحكي عن محافظة جرش، فتحية لأهل جرش وتحية لكل محافظاتنا، ونسأل الله عز وجل يكون توفيق دوما يعني في أن نشهد هذا الصرح التعليمي المهم. نشكرك أستاذي هدى العتوم على ما شكرا. قدمتي ونبارك لكم وحياكم الله. شكرا. حياكم الله. أهلا وسهلا. إذا نكمل معكم مشاهدينا الكرام باقي فقراتنا، ونحن نتحدث يعني النجاحات والإنجازات يعني، وجميلة جدا عندما نشهدها في بلادنا الحبيبة. نتمنى دوما أن يكون هذا هو ديدا محافظاتنا وعاصمتنا عمان إن شاء الله. نروح الآن لفيديو بتحدث هذا الفيديو برضو عن كمان عن في قناة بهذا الفيديو في موقع القدس، يتحدث عن شخصين كيف انه ممكن يحولوا طاقة الغضب الى طاقة ايجابية من خلال تفريغها بطريقة معينة. خلينا نشاهد هذا الفيديو ثم نعود. يا طبعا اكيد انه هذا الفيديو قد يقول بعض انه مفبرك، وان كان مفبرك يعني، لكن بيحمل فكره جميله جدا انه كيف الانسان انه اذا كان في حاله غضب كيف ممكن انه يحولها لطاقه ايجابيه. جاء انه واحد منهم كان بالسياره عنده تاعت البوكس، هاي البوكسينج بيلعبوا فيها رياضه وملاكمه، فبدل ما يضربوا بعض كل واحد فيهم فرغ الشحنات الغضب اللي عنده عن طريق الضرب هذه الماده اللي طبعا تبعت البوكس، وحتى انه ما يضربوا ويأثروا بعض ويصير في مشاكل. هو الفكره من شيء جميله جدا انه يكون الواحد إنسان أول شيء يضبط أعصابه، لكن إن صار عنده طاقة وطاقة غضب عالية وبده يطلعها ما يطلعها على الشخص المقابله، إنما يمكن يفرغها بطاقة ثانية. فطريقة حلوة بتبادل والتعامل بين الناس، وكيف ممكن يكون الرقي في التعامل. حتى فكرة كانت يعني لبعض الشباب، وإحنا لسه عم نحكي اليوم عن الشباب وجولتنا اليوم وحلقتنا حلقة شبابية بامتياز، فحلو برضو إحنا نطلع يعني أفكار جميلة وأفكار مبدعة ونشجع مثل هذه الأفكار لشبابنا في كل مكان. أيضا من أخبارنا اليوم حابين نحكي عن خبر آخر في البوصلة. هذا الخبر بتعلق ما يتعلق في الضجيج المستمر عن الأطفال الآن الذي قد يصابوا بالصداع الشديد وضعف التركيز. يعني الضجيج المستمر والصراخ قد يؤدي بأبنائنا إلى أنه يأثر عليهم تأثير سلبي وعلى نسبة التركيز عندهم. وهذه دراسة قام فيها بروفيسور ألماني عندما قال أنه تعرض الأطفال المستمر للضجيج قد يؤدي إلى إصابتهم بالصداع وضعف أو ضعف القدرة على التركيز، وذلك من خلال أنه الجسم يقوم بإفراز هرمون التوتر الإدريانيلين بشكل متزايد، وبالتالي تقل قوة تدفق الدم في الجلد ويزداد الشد العضلي وتتم عملية الأيض بشكل أسرع، الأمر الذي يؤدي إلى عدة متاعب منها الصداع وضعف التركيز. وأشار أنه التعرض المستمر للضجيج أيضا راح يكون يؤدي إلى أيضا إلى إلحاق تلفيات بحاسة السمع لدى الأطفال، وقد يتسنى الأطفال الاستمتاع بنوم هانئ ومريح علينا أنه
يخفف الضجيج. يعني والله هي دراسة مهمة جدا، ويعني ما شاء الله يمكن أغلب بيوتنا الأردنية ما شاء الله الأصوات دائما عالية، وواحد بيكون يحكي مع أخوه ولا أخته بحكي بيكون صوته عالي، فكيف لما يكون أصلا معصب؟ فهي وصية برضه كمان مشاهدينا أنه نحاول نقلل من أجواء الضجة والصراخ، لأنها لها تأثير سلبي وصحي على الأبناء أطفال الصغار. أيضا من الأخبار اللي حابين نحكي فيها فيديو آخر، هذا الفيديو يمكن يكون نقيض فكرة الشباب اللي طلعناها بناحية سلبية، لشباب بيحولوا السيارة إلى خيمة وبسوقوها بطريقة غريبة يعني، وبتناولوا وبيشربوا فيها القهوة السادة. خلينا نشاهد هدول الشباب ثم نعود. يعني هاي مغامرة من طراز آخر، يعني مغامرة قد تميت، يعني كيف المنظر السيارة هي مايل، أنا مش عارف كيف جابها أصلا بالطريقة وساء بهاي الطريقة هذا الشاب، يعني بس لهالدرجة إنه يكون في مغامرة حتى بأرواحنا. الأصل لا، إنه إحنا حبينا نبث هذا الفيديو مو عشان إحنا نقلد، لا، إحنا هو للحذر والتحذير لخطورة هذا المشهد. بنتمنى شبابنا ما يكونوش بهذا التهور وما يكونوا بهذه إنه المغامرة اللي عندهم ما تتطور لتوصل لهذا المشهد، ويكون حتى يكون إن شاء الله بسلامة وخير. خبرنا اللي إحنا حابين نتحدث فيه وهو نختم في فقرة نختارها لكم ما يتعلق بفقرتنا الحوارية، وهي الحديث عن ارتفاع الرسوم الجامعية والقرار الذي صدر من الجامعة الأردنية، حيث في السبيل جاء العمل الإسلامي يدين رفع الرسوم بالجامعة الأردنية، حيث أن حزب جبهة العمل الإسلامي أدان قرار رفع رسوم الدراسة الجامعية أو رسوم الدراسية في الجامعة الأردنية للتعليم الموازي والدراسات العليا، وطالب إدارة الجامعة بالتراجع عن هذا القرار المجحف بحق الطلبة الدارسين. وأكد الحزب أن ارتفاع أسعار السلع والمواد والغلاء الفاحش قد حرم شريحة واسعة من أبناء الأردن من الدراسة في الجامعات، واقتصر التعليم على الفئات الغنية في المجتمع، وهذا الأمر سيكون له تأثيراته السلبية على واقع التعليم الجامعي في البلاد. ناهيك أيضا عن عدة انتقادات وجهوها لهم، يتعلق في ارتفاع نسبة الفاقد المائي، ويتعلق بالحكومة في موضوع العبدلي وغيرها والتدخلات في المؤسسات الصحفية إلى غيرها من الأمور التي فيها خلل في بعض الأمور اللي في وطننا الحبيب. نتمنى إن شاء الله أنه فعلا تحل هذه الأزمات. وفقرتنا الحوارية مشاهدينا الكرام بعد الفاصل المباشرة راح تكون مع الشاب اللي هو من عضو التجمع الطلاب لإلغاء قرار ارتفاع الرسوم الجامعية، هشام طبعا العياسرة، وحتى يحدثنا عن هذا الموضوع ونتحدث أكثر عن طبيعة هذا الاعتصام وهذا القرار، وأيضا نتمنى سماع أصواتكم في هذا الموضوع. كونوا معنا، حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، عامر بوجودكم، ونحن نتحدث عن التعليم وحق التعليم. كما هو معلوم هو حق لكل إنسان يملك القدرة على التعلم في مجتمعنا، وأكيد يعني إذا واجهت الصعوبات معينة أكيد سيكون هذا الحق يمكن نوعا ما لا يحقق يعني مراده من خلال هذا التعلم. لذلك قد تكون يمكن من أهم الصعوبات التي تواجه الشباب وتواجه الإنسان الذي يريد أن يتعلم هي قضية الأمور المادية والرسوم الجامعية، فعندما تزيد نسبة هذه الرسوم أكيد سوف يكون هناك العديد من الآثار السلبية على أدائه وعلى إكماله لهذه الدراسة. لذلك جاء يمكن موضوع قرار رفع الرسوم الجامعية في الموازي لطلبة الموازي وطلبة الدراسات العليا، هذا الخبر كان له يمكن أثره وكان له صداه الغاضب على الطلاب الذين تضرروا من هذا القرار. لذلك احنا في حلقتنا اليوم حابين نتناول هذا الموضوع بوجود الاستاذ هشام عياسرة، هو طبعا عضو التجمع الطلابي لالغاء قرار ارتفاع الرسوم. اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج بيتكم عالم. الله يحييك يا رب، ومشكورك سلام، ونشكر قناه اليرموك
على حرص الصدام ودعمها لطلبة الجامعة. أكيد، وإحنا إن شاء الله دوما نكون معكم ما يتعلق بكل شيء يتعلق بالطلبة، لكن أول يمكن نقطة وإشكالية يمكن الآن إحنا عايشين فيها، وكنا نتمنى يعني إنه نلتقي في بداية برنامجنا على موضوع الطلبة والشباب بأمور يعني إيجابية، لكن إن شاء الله تكون هذه جوبعة وتذهب يعني إن شاء الله. لكن إن شاء الله في الأيام الجاية ليكون يعني لقاءاتنا أشياء إيجابية وعمل يعني أعمال يكون فيها طلاب الجامعة وإدارات الجامعة. نعم. يكون فيها خير إن شاء الله للجامعة وللطلاب، يعني حتى هذا التجمع هو خير أكيد، يعني أكيد هذا التجمع بالزبط. لما يجمع طلاب بدل إن في نبذة خير يعني في خير إن شاء الله. حابين نتحدث أول شيء بداية على طبيعة هذا القرار، أبعاده على الطلبة وردود أفعالكم اللي خلتكم تقوموا بعمل التجمع. بالضبط، هسه خرجت إدارة الجامعة بقرار ما في أي ترتيب مسبق، ما في أي حوار، فجأة طلعت بقرار رفع الأسعار الجامعية بأرقام فلكية. هذه الأرقام ما كان لها أي مبررات. نعم. لا من داخل الجامعة ولا من خارج الجامعة، وأغلب أول ناس استنكروا وشفنا في المحاضرات في الجامعة دكاترة الجامعة استغربوا أنه في قرار زي هيك طلع. نعم. أنه قرار فجأة التخصصات بتزيد 100 دينار 50 دينار 60 دينار 200 نعم. دينار، يعني هذه التخصصات يعني بأرقام فلكية بأسعار غالية جدا. نعم. الأغلب ما في ولا تخصص إلا طرى عليه تغيير في برنامج الموازي والدراسات العليا. نعم. المبررات الحجج كل مرة بيطلعوا بحجة وكأنه الجامعة الآن يعني إذا ما غلوا واتخذوا هذا القرار خلص وقعت الجامعة. يعني احنا نوقف عند هذه النقطة إنه ما في مبررات واضحة وكان القرار سريع بدون أي بيوم وليلة يعني. خلينا احنا من خلال هذه النقطة نكمل بس بعد إنك نشوف هذا التقرير اللي أعدناه حتى نشوف الأبعاد موضوع رفع الرسوم الجامعية. إليكم التقرير مشاهدينا حول هذا الموضوع ثم نعود لواصل حوارنا. بدنا نبيع أواعينا، أحد الشعارات الطلابية المنددة بسياسة الجامعة الأردنية بعد رفعها الرسوم الجامعية بنسبة وصلت بين 100% إلى 180%. ارتفاع شمل طلبة نظامي الموازي والموازي الدولي إضافة إلى طلبة الدراسات العليا، وهو ما أثار طلبة الجامعة الأردنية بمختلف التكتلات والتوجهات مطالبين بإلغاء القرار. احنا اليوم جينا بالتكفير من جديد لشان نلغي هذا القرار. حسب إدارة الجامعة فإن رفع الرسوم على الطلبة يأتي لسداد مديونية الجامعة بعد أن قامت بعدة دراسات، مدعية أن ما يتم دفعه من قبل الطلبة لا يغطي 50% مما تتحمله الجامعة من أعباء، فيما يقول الطلبة إن التعليم في الأردن للأغنياء فقط. هذا الاعتصام يا إخوان تثبيت إنذار إشعار. وكان الطلبة قد استنكروا تعويض عجز الميزانية من جيوب أهاليهم، منفذين اعتصامين أمام إدارة الجامعة بدعم من التجمع الطلابي وبمشاركة مئات منهم من مختلف الكليات. رئيس الجامعة وين؟ الاحتجاج الطلابي اتهم إدارة الجامعة بالمساس بجيوب الفقراء من الطلبة، أمر دفعهم للاحتجاج أمام مبنى رئاسة الجامعة المتهمة بتهميش طلبتها. ويبدو أن رفع الرسوم الجامعية سيزيد من تصعيد الطلبة ضد القرار ويؤجج الاحتقان بين الطرفين حتى إلغاء القرار دون رجعة. سنبذل قصارى جهدنا ليس في الساحة الطلابية فحسب، وإنما على مستوى المجتمع المحلي. إذن مشاهدينا كان هذا التقرير بين أيديكم ما يتعلق برفع الرسوم الجامعية، هذا القرار الذي ينظر إليه الطلبة بأنه قرار مجحف فعلا في حقهم، وأنه يتناول الفئة الفقيرة دونا عن الفئة الغنية من المجتمع اللي هم المتضررين فعلا في هذا الموضوع. ونشكر بالمناسبة دعاء البسيوني زميلتنا على هذا التقرير، وأيضا إحنا نتمنى تواصلكم حتى على صفحة الفيسبوك اللي نزلنا فيها السؤال كيف تنظر إلى قرار رفع رسوم الطلبة أو طلبة الموازي والدراسة العليا، حتى نشوف أراءكم بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية هشام، احنا بنتحدث عن هذا التقرير وانت شاهدته الان يمكن وشاهدت يمكن مدى تفاعل الشباب بهذا الموضوع، يعني قلنا هذا القرار جاء بدون مبررات حسب ما حضرتك تفضلت، وبناء عليه تم هنالك في تجمع. المبررات اجت بعد رفع القرار، بعد وجود القرار، يعني قبل لا تمهيد لا مشاورات لا حوار حتى مع الاتحاد. جميل. مع القوى الطلابيه، مع يعني فجاه طلعوا بالقرار هذا في البدايه. لكن بعد ذلك بعد صار يعني هي عمليه ترقيع انه احنا بدنا يلا بدنا يعني نكسب الشارع، بدنا نكسب. نعم. التوجه الطلابي القوى الطلابيه، صرنا نطلع مبررات وكانها الجامعه الان صفت
ما في معاها ولا قرش. بعد ما طلع القرار أين بدأت شرارة الغضب عندكم أنتم كطلبة وبلش في حراك حول رفض هذا القرار؟ ما بدنا نظلم رئاسة الجامعة، هي درست يعني قبل ما تطلع هذا القرار، ما درست إلا شغلة واحدة، متى تصدر القرار. نعم، لكن كيف وأبعاده وآثاره ونتائجه وأرقامه الخيالية الفلكية هاي ما درستها، هي درست متى نصدر القرار. أصدرته في وقت امتحانات، وقت عطل قبل التسجيل، حتى ما يكون في قوة طلابية وما يكون تفاعل. بعدين تبرر هذا الرفض وهذا الصمت والتغيب عن الجامعة شهر والتسجيل، تبرر هذا الإشي كأنه هو قبول ضمني. الآن قوة طلابية رجعت برأيك بخطة مدروسة كان الموضوع أنه يكون هيك بخطة توقيت مدروسة معين توقيت اتخاذ القرار، هم كانوا بيقدروا يتخذوه بداية فصل. نعم. ليش يتخذوا يعني قبيل امتحانات؟ هو بدل انهم ما درسوا الا وقته بس. نعم. حتى يبرروا ذلك انه في قبول، وكان الفصل نهايه الفصل الثاني، نهايه الفصل صار في امتحانات، صار في عطله، صار في توجيهي، صار في نجاح توجيهي. نعم. صار في تسجيل قبول، فالان رجعت القوى الطلابيه، هي القوى الطلابيه اعبدت تعلن رفضها. نعم. فاعلن، صار في اجتماعات. طبعا ما فيش حدا يطلع يطالب باسم الطلاب، القوى الطلابيه الان غير ممثله. فارتأت إنها تعمل التجمع الطلابي لإلغاء قرار رفع الرسوم الجامعية. ليش مش في اتحاد طلبة عندكم؟ موجود اتحاد طلبة، لكن كان موجود قبل ما يطلع التجمع وبعد ما طلع القرار. نعم. لكن ما شفنا أي تحرك. يعني اتحاد طلبة مع هذا القرار لما طلع ما كان في أي حراك إيجابي في إنه ما شفنا أي تحرك شيء. يعني وما كان في أي يعني مصارحة، يعني ما خرج على القوى الطلابية اتحاد الطلبة الحالي، ما خرج على القوى الطلابية وشرح لهم، بين لهم، حكى لهم انه والله هذا احنا مش قادرين، عاجزين، وينكم بدنا فزعتكم يا طلاب، تحركوا معنا، هذا القرار اكبر منا. ما صار في نقاش، ما صار في حوار، وكانه يعني يعاز للاتحاد انه ما تتحرك، يعني هذا القرار يعني بدهم الاتحاد يكون جامد لبعض التحركات. نعم. لكن في يعني نامل ان شاء الله في الايام الاخيره وفي الاعتصام الاخير. بقول لك لسه الاتحاد دوره مهم جدا، دور كبير جدا، هو حلقه الوصل بينه وبين الطلاب. هم اكيد مش مع القرار، يعني احنا يعني كان وياهم، لا هم ابدوا نواياهم وشاركوا معنا باخر اعتصام. جميل. يعني كان وياهم، هم ضد هذا القرار، لهم متضررين مثل مثل كل الطلبه يعني واحد. لكن انه كتحرك مؤسسي للاتحاد. نعم. غير موجود اكيد. فكانت التحرك الرئيسي والمؤسسي نحكي من خلال التجمع، من خلال الطلابي التجمع. نعم. طب هذا التجمع كيف بدا ومن ماذا يحمي مه الفئات الموجوده فيه من الطلاب، التكتلات الموجوده فيه؟ يعني تم التواصل مع جميع القوى الطلابيه، سواء كانت هذه القوى من ابناء العشائر او من يعني ابناء كتله العوده، كتله التجديد. حلو. والاتجاه الاسلامي، ومن بعض المستقلين، الشباب المستقلين، وفي قوميين ويساريين ووطنيين. فمن خلال هذا يعني التلوين من كافة الألوان تم التواصل مع الجميع واختيار ممثلين من الجميع. ومن خلال هذا الحوارات والنقاشات اللي استمرت أكثر من شهر ونصف تقريبا، خرج التجمع الطلابي لإلغاء قرار رفع الرسوم الجامعية. هذا التجمع هو ما عنده إلا مطلب واحد ووحيد، وطولب بالتفاوض من قبل رئيس الجامعة على لسان عميد شؤون الطلبة ومصور ذلك، ولكن التجمع رفض. نعم. لأنه لا نثق في هيك إدارة في هيك أوقات تطلب التفاوض. إحنا مش طالعين حتى نتفاوض، طالعين نلغي القرار. كان في زمان ممكن يكون في تواصل، ويمكن يكون إنه يعني يصير في حوار، نقاش، تفاوض، لكن الآن فترة إلغاء القرار. يعني أنتم مطالبكم الآن مباشرة مطلب واحد، ما في مطلب غيره، ما في اللي هو مطلب إلغاء هذا القرار. جملة وتفصيلا يعني. بالضبط. لا تفاوض لا نقاش، وطلبنا للتفاوض وتم الرفض. ثاني. طيب التفاوض برأيك بإيش بيكون هو؟ نفس المبررات اللي يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. علينا 17 مليون دين بسبب فرع العقبة. علينا 20 أو 16 مليون من عارف كم، يعني مديونية وعجز من مستشفى الجامعة. نعم. لأنهم بيحولوا له من الحكومة، من الديوان ومن غيره، وما. نعم. بيعطوهم مصاري، فهم الآن بدهم، ما بيعطوهم مصاري بس بيحولوا لهم. نعم. فوين بدهم؟ من جيبة الطالب. العقبة مبارح الرئيس على التلفزيون بيحكي أنه 10 مليون نقدي و7 مليون تكلفة إجمالية، 17 مليون بس من فرع. نعم. العقبة. نعم. طبعا نوجه سؤالنا كمان وهذا الحديث لمشاهدينا الكرام اللي عنده أي استفسار أو مداخلة حول هذا القرار، رأيكم بهمنا نسمعه عبر الاتصال أو حتى على صفحة الفيسبوك، كيف تنظروا لقرار رفع الرسوم الجامعية للموازي ولكذلك الدراسات العليا. طبعا احنا يمكن سمعنا بعض التصريحات لرئيس الجامعة أو حتى العميد شؤون الطلبة يتحدث ويقول أنه هذا القرار هو لا يمس الطلبة اللي هم غير الموازي، الطلبة العاديين الأسعار بقيت كما هي، لكن هذا القرار يتعلق بطلبة الموازي والدراسات العليا. يعني هل ترى بنظرك أنه هذا التفريق يعني أو نقول يعني هذا القرار يخص فئة معينة من الطلبة لصالح الطلبة كلهم ولا يعني هذا الرد للعميد ولرئيس الجامعة أنه الموازي والدراسات العليا ليس لأغنياء.
نعم. وهو أيضا للفقراء، أيضا بالضبط. لكل ألوان الشعب الأردني، لكل أبناء المحافظات، لكل أبناء المجتمع. ما هون السؤال يعني، لكن هو خصص إنه يا عمي إحنا بدنا الموازي بس للأغنياء، هو مش للأغنياء. صحيح. اسحب الموازي وخلي كل مقاعد الجامعة بساعتها الآن 40,000 خليها كلها تنافس، كلهم بيرجعوا تنافس. وخلي الدعم الحكومي اللي راح بال 2008 وخلي الدعم، ما تقبل منح على حساب مزهور. الجامعة، ما الفساد الإداري اللي صار واتخاذ جامعة العقبة اللي كلفت 17 مليون على لسان رئيس الجامعة امبارح 17 مليون والعجز حكى 22 مليون. نعم. يعني 17 من 22 مليون بسبب توقيع واحد من أحد رؤساء الجامعات مشكور أبصر وين صار هسا، بس الآن كلف الجامعة 17 مليون. مين بده يسد العجز؟ ما في إلا جيبة الطالب. نعم. لكن وين مبنى الاستثمارات؟ بتفوت على الجامعة صرنا نشوف فيها عروض لجميع الفئات. كوكاكولا حاطة إعلان، معرض لبيع شوكولاتة بالعمادة. كل ساعة كل كشك تحت شجرة بين جنب كرسي صار في كشك ببيع نسكافيه، ببيع قهوة، ببيع. هذا بيدل إنه صار في عنا بالجامعة يعني مباني استثمارية بيت درج بيعملوه التوزيع، بيعملوا لبيع شيء معين، معرض بتشوف يعني برأيك فيها يعني امور استثمارية. يمكن هاي المصاريف تروح للسد المديونيه والعجز مش جبت الطالب بالضبط، ما هو يا هاي لكن بدك ترفع الاسعار بارقام خياليه جدا فلكيه ما حدا بيقدر يطيقها بالمجتمع الاردني كامل. نعم. وبدك تعملها نائب رئيس لشؤون الاستثمار. هذا استحداث في السنه هاي، السنه الماضيه نائب رئيس لشؤون خدمه المجتمع. طب انت قاعد تستحدث هذه يا رئاسه الجامعه على حساب مين؟ طب هذا بده مخصصات، بده مكاتب، بده موظفين، بده كادر، بده سلم تدريجي توظيفي. طب هذا كله على حساب مين؟ كل يوم احنا مستعدين يعني كل سنة مستعدين نعمل نائب رئيس لشؤون اشي معين الاستثمار. حدا بده يستثمر وهو عليه 22 مليون عجز؟ نعم. يعني قصدك الخلل واضح في شيء معين لازم يحل هذا الخلل. الخلل هو هم عم يحكي عم يبرروا يعني انه القرار هذا انه طالب كلفته عالية جدا من مصاريف ودراسة وكتب وغيرها، أمور مستلزمات الطالب، واللي الرسوم ما بتغطي يمكن 50% على لسانهم 50% هيك بيحكوا هم زي ما احنا سمعنا في تقاريرهم وتصريحاتهم. ما هي الخدمات ما شاء الله 100% يعني. شوارع الجامعة 100%، الصرف الصحي عمره ما فاض 100% كمان 24 ساعة في تطوير، في صيانة، في خدمات لكل ما شاء الله يعني. فهم الآن بحاجة لمصاري. ما هي من 20 سنة ما صارش في أي تغيير. نعم. إلا إذا انكثروا بدهنوا بغيروا نيون بالقاعة إشي يعني ما في هو اللي صرح بذلك، فاحنا بنصر رايه بالزبط يعني بالزبط. فهو وحكاها على الاعلام اكثر من مره، عم يشون طلبه رئيس الجامعه. نعم. انه الطالب بكلف يعني بيدفع نصف تكلفته. طب هذه النصف يعني هي احنا بندرس بجامعه خاصه. نعم. هذه جامعه حكوميه لازم يكون لها دعم، ومش من مسؤوليه الكادر الاكاديمي اللي بيدير الجامعه انه يدور عن استثمارات. نعم. هذه مؤسسه التعليم العالي، مجلس الامناء، الحكومه هي اللي بتدور على استثمارات يعني، مش شغله الجامعه. ايوه بالضبط. مش شغله انه يطلع رئيس ويشكي عن الاستثمارات واحنا فيش عندنا ومصاري وجدوى اقتصاديه. نعم. من متى ليش رئيس الجامعه صار يحكي بجدوى اقتصاديه؟ انت عندك كادر تعليمي، عندك مجلس عمداء، عندك 40,000 طالب، هذول دوله لحالهم تقدر تستفيد منهم في جميع القطاعات. نعم. في خدمه المجتمع، في مجال الصحه، في مجال التعليم، في مجال الخدمات، في مجال التوعيه والارشاد. لكن انه انا ابقى من جيب الطالب بس انه اخذ منه مصاري. طيب اعمل الدفع قبل التسجيل ورد طلع هذا القرار لقدام شوي، الله اعلم شو يطلع قرار يعني. تمام. احنا خلينا نكمل هشام هذا الكلام وهذا الحوار، بس بعد اذنك ناخذ هذا الاستطلاع ايضا حول هذا الموضوع، استطلاع الشارع. مشاهدينا، استطلاع الشارع حول هذا الموضوع. طيب قبل الاستطلاع مشاهدينا معنا رئيس الجامعه الاردنيه الدكتور خليف الطراونة. السلام عليكم، يعطيك العافيه دكتور خليف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك معنا في برنامج بيتكم عامر، ونحن نتحدث اليوم عن قرار الجامعة في رفع الرسوم الجامعية لطلبة الموازي وطلبة الدراسات العليا. بداية مبرراتكم دكتور خليف حول هذا القرار. أولا معنا دكتور فألو. أيوة معك. ستي احنا بشهر 11/2013 اجرت الجامعه الاردنيه دراسه تحدد فيها كلفه تعليم الطالب الجامعي. تمام. فبالتالي بينا بالارقام ووضعنا مسوغات لمثل هذه الارقام، تبين انه الطالب الجامعي سواء في البكالوريوس او في الدراسات العليا اساس وحدنا عنده خدمات واحده يكلفنا ما يقارب تقريبا يعني، لان الارقام مش امامي اللحظه عشان اعطيك اياها بدقه، تقريبا 2400 دينار. نعم. بالسنه. هذا الطالب يدفع منهم الان عندنا بالجامعه الاردنيه ما يقارب 1200 او 1300 دينار، بمعنى انه احنا بندفع عن كل طالب يقبل على البرنامج التنافسي او على جميع البرامج اللي هن القوائم
قوائم المعلمين، القضاة، الديوان الملكي، العشائر، العاملين، كل القوائم. نعم. هذه الآن كل فتاة قلنا 50% تقريبا عن الجامعة الدين. وأيضا ب 13 كلية من أصل 17 كلية بالدراسات العليا والموازي تتحمل الجامعة الإذنية أيضا 700 دينار عن كل طالب يدرس في هذه البرامج، يعني كانت الأسعار 600 دينار. نعم. كل فت هذا الحكي اللي أنا بتحدث إليه فيه تتحمل الجامعة الإذنية 20.5 مليون دينار أردني سنوي لقاء تعليم طلبة التنافس والقوائم بالمعنى، وأيضا 2 مليون لقاء تعليم الموازي بعد كل البراعم. نعم. عفوا الصوت بس، انه يبدو ان المكان اللي انت فيه، عفوا دكتور، نحاول الصوت بس نستوضح. تفضل. انا غيرت ستي. تفضل. ف بيحكينا بعض الاخوان يعني انه هذا البرنامج او تلك او ذاك البرنامج بيحقق فائض او غيره، صحيح، لكن انا بتحدث عن كل البرامج باجمال البرامج. نعم. 20.5 مليون دينار اردني تتحملها الجامعه الاردنيه عن جميع البرامج للطلبه اللي بيقبلوا على التنافسي، و2 مليون عن جميع البرامج اللي بيقبلوا الطلبه فيها سواء موازي او دراسات عليا. نعم. اذا الكلفه اللي تتحملها الجامعه سنويا 22 مليون دينار اردني ونص. طيب دكتور، طيب منين بدنا نجيب هذول المصاري؟ يعني يا بدك ترفع الاسعار على طلبه التنافسي وهذا امر مرفوض رفضته الجامعه، او انك بدك تلجا الى بدائل. البديل الاول كان انه احنا توجهنا بطلب الى الحكومه، يا عمي علينا احنا نفقات عاليه بتتحملها الجامعه، بدنا ناس يغطي. ما استجابت الحكومه. وجهنا مئات الرسائل إلى خريجي الجامعة الأردنية وإلى الشركات الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية، ما حدا اتبرع. توجهنا بطلبات أنه يعني نعمل شارع الجامعة والمنطقة من الجامعة اللي باتجاه جامعة الأميرة سمية والمنطقة الرشيد، يعني يسوونا إياها هذه تجاري، خلينا إحنا نطرحها بقضايا استثمارية ونفصلها عن جسم الجامعة. وقابلنا فيها وقتها أمين العاصمة، وصار لنا أكثر من 6 شهور وإحنا كل يوم بحولونا على لجنة. نعم. ولم ينتهي الأمر. طب دكتور الثلاث يعني، نعم، حطينا البدائل التالي، قلنا أولا عدم رفع الرسوم على جميع طلبة الجامعة الأردنية سواء هم كانوا على التنافسي أو على الموازي أو على غيره اللي قبلوا قبل 1/9/2014. طيب. عدم رفع الرسوم عليهم بالإجمال. نعم. 2 عدم رفع الرسوم على الطلبة الذين سيقبلوا اعتبارا من 1/9/2014 على البرنامج التنافسي وعلى كافة القوائم، وهذا بشكل ما نسبته أكثر من 77%. نعم. تحميل الطالب اللي بده يدرس على الموازي أو على البرنامج الدراسات العليا، تحميل الطالب كلفة تعليمه. نعم. بغير ذلك لا تستطيع الجامعة أنها تسير أعمالها، لا تستطيع الجامعة أنها تعيش. يعني مش معقول أنه نقول أنت الآن دبر حالك، كيف بدي دبر حالي؟ طيب. طيب دكتور خلاف لو سمحت، يعني الآن بناء على هذا القرار وكيف كانت ردود الفعل من خلال الاعتصام اللي قام به الطلاب، التجمع الطلابي في الجامعة رفضا لهذا القرار، بنظرهم وهم يروا أنه هذا القرار هو قرار مجحف وقرار ظالم، لأنه يعني كأنه تسد يعني هذا العجز من خلال جيوب أهليهم وجيوبهم هم كطلاب، وبالتالي بهذه الحالة لا يستطيعوا أنه يكون في مقدورهم أنه يتابعوا مسيرتهم التعليمية. هكذا كان رأي الطلاب التجمع الذين قاموا بهذا الاعتصام. ألا يوجد يعني خيارات أخرى وبدائل أخرى يعني وحلول عملية غير طرح هذا الحل من خلال أن يكون ضريبة يدفعها هذا الطالب؟ الجامعة الأردنية أبدا مكاتبها وعقولها مفتوحة لأي اقتراح عملي. الآن إحنا لما تحدثنا عن الموازي وتحدثنا عن برنامج الدراسات العليا، الآن برنامج الدراسات العليا هو برنامج يعني مطروح في كل الجامعات الرسمية ومطروح في الجامعات الخاصة ومطروح في العالم بالمعنى، وما في جامعة في العالم. نعم. كلها بتتحدث انه هذا البرنامج يجب ان تتحمله كلفة الدولة. الطالب اللي بده يدرس بالدراسات العليا هو اللي بده ينفق على نفسه. بيظل عندنا مشكلة الموازي احنا متناقضين مع انفسنا. الآن ملاحظة احنا بنتحدث بالاحاديث العامة انه هذا البرنامج برنامج غير دستوري، هذا البرنامج غير قانوني، هذا البرنامج يميز بين طبقات المجتمع، وبنفس الوقت بنحكي انه هذا البرنامج ما ترفع الاسعار فيه. ما هو حلين، يا اما انه هذا البرنامج بنطالب بالاجمال الغائه من البرامج الجامعيه. نعم. قلت كذا، وبالتالي بدنا بديل من الدوله الاردنيه تمول تعليم الطالب،
او بدنا نقول انه الطالب اللي بده يدرس في البرنامج الموازي كوني انا اعطيته فرصه ولم يقبل على البرنامج التنافسي عليه ان يتحمل كل في التعليم. بس والله دكتور في طلبه يعني حتى الموازي لما بيدخلوا الموازي الله اعلم كيف امورهم تتدبر يعني اهاليهم كيف بدبرون امورهم ليصيروا في الموازي مش شرط كلهم من الطبقه الغنيه اصلا حتى قد يكون هو من طلاب الجامعه وقد اخذ مقعد تنافسي لكنه اراد انه يغير تخصصه او انه يعني يكون في تخصص اخر فمش شرط يكون هو من الطبقه الغنيه التي سوف خلينا نميز بين الموضوعين. هلا اي طالب بدخل الحرم الجامعي بغض النظر عن نوع القبول اللي انقبل فيه وبده يحول من تخصص الى اخر هلا هذا ما عليه رفع رسوم لانه هذا بياخذ 24 ساعه وبينتقل من تخصص ذي من تخصص ذي معدل ادنى الى اعلى وبيمشي امره ما عنده مشكله ما عليه اشكاليه. وين بتصير الاشكاليه؟ انه في طالب مثلا معدله 87 أو 89 نعم ما بينقبل هندسي مدني بقول لك أنا بدي أدرس هندسي مدني من الفصل الأول بتقول له يا حبيبي طيب شو رأيك تدرس علوم أنت وادرس بعدين 24 ساعة وحول هندسي مدني بده لا بده نعم. اليوم هندسي مدني لأن اليوم هندسي مدني بده يدرس موازي. في طالب مثلا بيكون معدله 65 أو 67 أو 70 بده محاسبة بتقول المحاسب وقف المعدل نعم. فيها 90 نعم ادرس إدارة عامة أو ادرس تاريخ وحول بعدين محاسبة لا يقبل نعم. إذا دكتور خلاف احنا ترون نشكرك على رأيك وعلى مداخلتك عنا في هذا البرنامج واتمنى إن شاء الله أن تحل الأزمة على خير وأيضا أنه ما تكون على حساب أحد يعني وتضرر أحد من الطلبة. نشكرك دكتور خلاف الطراونة طبعا رئيس الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك هشام العياصرة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. رأيك في ما سمعت من خلال المبررات التي طرحها رئيس الجامعة الأردنية في هذا الموضوع؟ يعني الآن حسينا من كلام رئيس الجامعة الدكتور خليف أنه الجامعة الآن خشت بالحيط يا بدها مصاري يا أما وقفنا خلاص نسكر باب الجامعة ونقول لكل طالب أخذ كتبك روح دبر حالك بجامعة ثانية. يعني حسسنا أنها الجامعة خشت بالحيط أنه يعني في عندنا مبررات عندنا بدائل. طيب يعني شو استحدثت؟ يعني هاي خلال الأربع خمس سنين يعني شو اللي صار فيه تغيير على الجامعة اللي إحنا نقول يا عمي خلص مش قادرين نكمل يعني. نعم. طيب. يعني ليش هذا القرار ما كان قبل سنة؟ طيب إحنا هشام بدنا نشوف أخذنا رأيك حابين برضو نأخذ رأي طلاب الجامعة في هذا الموضوع وبناء على المبررات اللي طرحها الدكتور. إذا نشاهد سويا هذا الاستطلاع حول رأي طلاب الجامعة حول موضوع قرار رفع رسوم الجامعية. قرار رفع الرسوم أنا مش معاه يعني. السنة الماضية رفعوها والناس يعني أوضاعها مش كل الناس تقدر يعني إنها تتحمل هاي الأمور المالية العالية وأنا مش مع قرار العمادة إنها ترفع هاي الرسوم. لا أنا يعني أرفض اللي هو رفع الرسوم وأنا مش مع التبرير تاع العميد. قرار مجحف بحق الطلاب ويؤثر في مسيرة التعليم ويصبح التعليم لجهة متنفذة ولجهات معينة في البلد ما بيستفيد من التعليم بصير عبء على المجتمع. أنا بالنسبة لي بعتقد أنه قرار غير صائب. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا أنا ضد القرار لأنه أنا بتوقع حتى أنه إحنا ندعم التعليم بتوقع أنه يكون في تخفيض للرسوم. ما بدي أحكي أنه نوصل لتعليم مجاني وهو حق بس نحكي على الأقل تخفيض للرسوم مش رفع للرسوم خاصة في ظروف اقتصادية زي هاي وكأنه التعليم أصبح مقتصر على فئات يعني من خلينا نحكي الطبقات مش من الطبقة المتوسطة اللي هي غالبية العظمى من الشعب الأردني يعني. ويعني أنا بتوقع أنه ما بعرف ليش يعني هما طبعا بيبرروا أنه في تكاليف وفي مصاريف بس احنا مش شايفينه. يعني يفترض أنه المصاريف هاي اللي بيحكوا عنها أنا تنعكس على الخدمات. يعني كطالب أنا بدي أشوف خدمات في المقابل. بصراحة إحنا اللي قاعدين بنشوفه إنه في كثير شغلات ناقصة بالكلية مش قاعدة شغلات بسيطة يعني. أي مثال واجهة الجامعة يعني شوف ترى تكون أفضل من هيك بالنسبة للجامعة الأم. إذا هذا هو رأي الشباب يعني اللي اعترضوا على هذا القرار. هشام أكيد يعني يمكن هذا يمكن صوت أغلب الطلاب اللي تضرروا فعلا من هذا القرار وهذا الاعتصام اللي قمتم فيه بالمناسبة يعني وهذا التجمع يعني تجمع طلابي بعيد عنه كان اتحاد الطلبة. اتحاد الطلبة لماذا كان غائبا طول هالفترة برأيك يعني؟ من قبل تشكيل التجمع كان الاتحاد غائب. نعم. كان في مبادرات من بعض أعضاء الاتحاد قاموا مبادرة إلغاء أو يعني مقاطعة دفع الرسوم لمدة 3 أيام وكان في تجاوب كبير جدا خاصة على الفيس كان تفاعل كبير جدا وصل تقريبا 13 ألف
عدد يعني متفاعلين مع هذا القرار نعم. من أعضاء اتحاد نعم. أما كاتحاد كمؤسسة اتحاد إن شاء الله خرج رئيس الاتحاد في اعتصامنا اليوم الثلاثاء الماضي وقال إذا ظل هذا القرار راح أعلن استقالتي قدام الجميع فإحنا يعني صار في تعاون الآن صار في تعاون في إحنا الآن يعني هاي حكاها أمام الجميع نعم. في الاعتصام إنه أنا إذا ظل هذا القرار راح أقدم استقالتي نعم. وفي كثير من أعضاء الاتحاد مستعدين يقدموا استقالتهم رفضا لهذا القرار كأعضاء اتحاد وكمؤسسة اتحاد رح نحكي أهمية الدمج يعني والتعاون بينكم وبين الاتحاد بس بعد إذنك هذا الاتصال معنا أحمد نافع من عمان السلام عليكم أحمد وعليكم السلام يعطيك العافية الله يعافيك أهلا وسهلا طبعا بداية بحيي أخوي هشام العياصرة وهو عضو في التجمع الطلاب قرار رفع الرسوم أنا أحمد نافع كمان عضو في التجمع نعم أهلا وسهلا فيك طلاب رفع الرسوم الآن القضية كما تدعي يعني إدارة الجامعة أنها قضية مديونية الجامعة و يعني كثير من الحكومة في المنحة الجامعية الجامعات الحكومية نعم لكن لماذا يكون أخوان وأسهل الطرق لتعويض هذه المديونية أو العجز هم هي يعني جيوب المواطنين والطلبة نعم نعم القضية الأخرى أن رئيس الجامعة صراحة يعطي بالغ الأهمية للإعلام ولوكالات الأنباء وعند خروج الطلبة في اعتصام طلابي أول أمس وقبل العيد كمان الرئيس لم يخرج علينا ولم يفند أي أسباب لاتخاذ هذا القرار ما صار تواصل بينكم بينه يعني أحمد لإدارة الجامعة ما صار في بينكم بينه حديث حول حلول معينة لهذه الأزمة أبدا أبدا الطالب في الجامعة الأردنية ليس شريك في اتخاذ أي قرار من قبل الإدارة الجامعية وأنا لي تجربة كنت عضو اتحاد في المجلس السابق رئيس في أحد القرارات يعني نعم. كان هناك اجتماع هيئة عامة مع رئيس الجامعة وبالإجماع كان قرار أعضاء الاتحاد أننا ضد هذا القرار قرار هو تأجيل الانتخابات ولكن الرئيس في اليوم التالي أصدر القرار ضد الأغلبية نعم. أي أنه هذا الطالب ليس شريك حقيقي في اتخاذ أي قرار في الجامعة نعم نعم وهذه نقطة مهمة نعم إذن يعني أنا بدي أسألك الآن طب ما هو الآن يعني هل الاعتصام برأيك رح يكون له أي نتيجة إيجابية باستمراره استمرار مطلبكم الوحيد كما أشار زميلك هشام بإلغاء هذا القرار نهائيا هل ترى أنه هذا يمكن رح يكون له شيء إيجابي؟ نعم نحن كتجمع طلابي بجميع أطياف طلبة الجامعة الأردنية من جميع التكتلات ومن جميع نعم. القوى ونؤكد أن الطلبة هم ركن أساسي في هذا التجمع أحمد نافع إحنا كمان نشكرك برضو من عندنا ونضم صوتنا صوتك أنه الله يبارك لكم ووفقكم إن شاء الله بأنه تحصلوا على مطالبكم بإذن الله اللي فيها كما ترون هي مطالب عادلة نشكرك أحمد ونرجع لك هشام يعني رحكي. هو طبعا شاب من الشباب اللي مشاركين أيضا في التجمع نعم من أعضاء التجمع وإحنا كنت سألتك أنه أهمية وضرورة التعاون بينكم أنتم كتجمع طلابي وبين اتحاد الطلبة هل هذا الشيء سيشكل قوة في صوتكم وفي مطالبكم ومطلبكم الوحيد كما أشرت الآن يعني هو التعاون أكيد رح يعني يقدم قوة رح يكون يعني نقطة قوة ونقطة يعني توافق لكن ان شاء الله يعني تكون عن قريب هذه النقطه واحنا خلصنا اعتصامات احنا الان يعني الان الخطوه اللي بعد هيك بعد الاعتصام لا احنا حكينا انه اعتصام اول اعتصام ثاني نعم وحكينا المره الماضيه من قبل العيد نعم واعطيناهم مهله العيد كامل والاعتصام الماضي فاحنا اعتصامات تقليديه ونطلع نوقف ونضل نهتف انزل علينا يا رئيس واخر شيء بعد ثلاث دقائق من انه يروح الاعتصام بيطلع من البوابه وكانه يعني باقي عنده مشوار بس مش قادر يطلع من البوابه غير تمنا نروح بيطلع بقول لو جبتوا سماعات اعلى يعني كان سمعت صوتكم يعني هاي برايك هذه المرحله لا مرحله الاعتصامات انتهت طيب هاي ما هي المرحله المقبله هسه احنا قاعدين بصدد رسم خطه تصعيد لشهرين مده شهرين راح يكون فتره تصعيد قويه جدا يعني الرئيس اعتصم اكثر من يعني طلاب قسم مشكورين حبوا يعبروا عن رايهم بدهم مش عميد الكليه نتيجه بعض اسباب اعتصموا باب كليتهم راح الرئيس ونواب ومن اللي حواليه في اداره الجامعه يعني بتسارع مش بدناش نقول ركض لا بتسارع انه شوف شو همهم نعم وغيروا العميد وصار حكي ونقاشات وتغير العميد طيب لما على مطلب قسم تحركت ورحت
لكن لما يطلع عندك جميع القوى الطلابية بجميع أعضاء اتحادات بجميع طيارات وطنية وإسلامية وقومية ومن جميع ما بتنزلش عليهم؟ نعم. طب هم اجوا لعندك، اجوا لباب الرئاسة. نعم. فهي دليل واضح انه نعم. الرئيس لا يريد اي مشاركة من القوى الطلابية في اتخاذ نعم. القرار في الجامعة، وكأنه هو وصي نعم. على الجامعة. طيب احنا شاملنا ناخذ هذا الاتصال برضو من عامر الحناطي. عامر الحناطي السلام عليكم، وانت عضو اتحاد ايضا طلبة، اهلا وسهلا فيك معنا، واحنا نتحدث الان عن موضوع ارتفاع الرسوم الجامعية. نعم. وعليكم السلام، اول شيء مساء الخير لك اخت سلام. الله يحييك. ومساء الخير للزميل هشام، وشكرا لقناة اليرموك اللي اتاحت هاي الفرصة للتجمع. نعم. ومن هاي من هذا المنبر ندعو جميع وسائل الاعلام بانها تتيح المجال لهذا التجمع حتى يعبر عن القضية اللي هي قضية الشارع الرئيسية في الوقت الحالي، وهي نعم. قضية رفع الرسوم في الجامعة الأردنية. نعم. أنا رح أسألك نعم. أستاذ عامر، يعني أنت كان لك مبادرة عن بحملة مقاطعة دفع الرسوم الجامعية، وكأنك نعم. تحركت تحرك شخصي يعني وفردي نعم. وليس تحرك مع ضمن صوت اتحاد الجامعة، يعني أسباب يعني هذه الحملة ماذا كانت، ولماذا كان عملك نعم. يعني نعم. بعيدا عن عمل الاتحاد؟ تفضل. أها. بداية كان أول ردة فعل للقوى الطلابية كان من قسم اتحاد الهندسة الصناعية نعم. ببيان رفضنا في قرار رفع الرسوم، وطلبنا من إدارة الجامعة أنه تبين أسباب رفع الرسوم. وهذا الكتاب أنا وجهته بيدي لبريد الرئيس، لكن للأسف بعد أكم من يوم تم الرد على هذا الكتاب الخطي، والذي من الأصول أن يرد عليه خطيا، بأنه علي أن أراجع عميد شؤون الطلبة. نعم. والنتيجة كانت شفهية. طبعا هذا استياء، هاي الخطوة كانت جدا يعني الرد بهذا الشكل للجسم الطلابي، وأنا كعضو اتحاد أمثل نعم. يعني عدد لا بأس فيه من الطلبة في الجامعة الأردنية. صحيح. فاتجهنا إلى أن نقوم بمبادرة لمقاطعة دفع الرسوم الفصلية. نعم. يعني وكانت هذه الخطوة نعم. قامت بها قوى الطلابية، لكن كانت بمبادرة مني. جميل. طيب يعني أستاذ عامر، أنا في حال نعم. استمر يعني طلاب على يعني تجمع على قرارهم أنه إحنا نريد أن نرفض هذا القرار لدفع الرسوم، وهم نعم. على رأيهم بأنه يلتغى هذا القرار، هل أنتم ستكونوا معهم جنب إلى جنب نعم. كاتحاد طلبة نعم. وسوف تشاركوا معهم بأي خطوة أخرى لصالح الطلبة؟ نعم بالتأكيد. يعني احنا لما ترشحنا لعضوية الاتحاد ونجحنا فيها، احنا ما ترشحنا الا لانه احنا قادرين على ان نتحمل مسؤوليات الطلبة نعم. وقضاياهم ونمثلهم تمثيل قوي، ونحن سنكون معهم. وهذه القضية يعني لا تمثل فقط الطلاب في الجامعة الأردنية، تمثل نعم. المجتمع بكافة أصنافه نعم. وأفراده نعم. يعني نعم. هذه الرفعة يعني نسب خيالية نعم. هذا إرهاب اقتصادي للمواطن الأردني. نعم. عامر احنا ان شاء الله راح نرفض ايضا حلقات اخرى نتحدث عن الموضوع اكثر، وعن ما يتخلق الشباب، وايضا عن مهام اتحاد الطلبه اللي هو حلقه الوصل اصلا بين الطلبه نعم. وبين اداره الجامعه. نشكرك عامر على هذه المشاركه، وان شاء الله مطالبكم باقرب وقت. هشام، احنا الان فيما لو قلنا استمر القرار، وانتم ماذا سوف تفعلون لو كان القرار مستمر انه في رفع الاسعار؟ يعني احنا احنا حبينا من رئاسه الجامعه انها ترد على القوى الطلابيه، وهي مشكلتها زي ما حكى رئيس الجامعه الان انه احنا عندنا مشكله بامانه الجامعه، بامانه العاصمه، مش قادرين نعمل خط تجاري من احد نعم. جوانب الجامعه. فاذا عندك مشكله مع الامانه روح حلها نعم. هي لقينا بديل نعم. ما هو حكى انه بس كل مره بحولوا لنا لجنه نعم. اما احنا الان بصدد وضع خطه تصعيد نعم. اقلها الاعتصامات اللي عملناها. نعم تمام. اذا احنا هشام احنا مكملين معكم ان شاء الله بارك في برنامجنا لما يتعلق بملف الشبابي، وخاصه يتعلق بمشاكلهم. ان شاء الله هي اشكاليات تزول قريبا وتنالوا حقوقهم، ويكون التعليم باريحيته في بلادنا مثل ما هو في الدستور، التعليم مجاني يعني لكل المواطنين. لانه اثار اكيد اثار اللي مترتب على قرار مثل هذا ستكون اثار سلبيه اكيد واضحه ومهنيه. مثل ما حكى المهندس عامر هذا صحيح. ارهاب اقتصادي لجميع الاسر الاردنيه، وان شاء الله هذا الارهاب يذهب بعيدا عنا حتى ننال يعني اكيد حريه التعليم بشكل. بارك الله فيكم، مشكورك، حياك الله وتوفيق لكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. ان شاء الله نلتقي معكم بحلقات اخرى يعني في ما يتعلق في هذا الملف الشبابي، ونتحدث اكثر ربما عن طبيعه العلاقه بين اتحاد الطلبه وبين التجمع والعديد من الأمور تتعلق بالشباب في كل خميس إن شاء الله. حياكم الله، وما زلنا إحنا مكملين برنامجنا معكم، بقي فقرتنا مع منى السطري حتى تقوم معنا وتكون معنا في الاستوديو وتقدم لنا شيء على ذوقكم. خليكم معنا.
نتصافح ونتصالح ونعيش بأمن وأمان. يلا نتصافح ونتسامح على كل بإخوان. يلا نتصافح ونتصالح ونعيش بأمن وأمان. ما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة. ما في أحلى من الصافة يا بلا بعد الفرقة والجافة. بالسلام يمد الايد يرضي الله وما يتعدى يمشي بعادات الاجاويد. اللي يبدا بالسلام يمد الايد يرضي الله وما يتعدى يمشي بعادات الاجاويد. في المحبة والمواد ياخد حقه شو ما يريد والخير يصبح ما يحبط يمسح وجهه بالرحمة. ما في احلى من الصافة بعد الفرقة الأحزان. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مع فقرتنا الأخيرة لبرنامجنا اليوم الخميس، مودعكم فيه مع هاي الفقرة الجميلة وهنقدم لكم إياها، فقرة على ذوقكم مع سيدة منى السطري، حتى تقدم لنا أيضا فكرة جديدة وجميلة لستات البيوت اللي حابين يجربوها، فكرة تدوير الأمور القديمة في البيت اللي ممكن نستخدمها ونعيد تدويرها بأشكال جميلة. أهلا وسهلا فيكي معنا سيدة منى. أهلا وسهلا فيك. مرحب فيكي مرة تانية، واليوم حتقدمين أشياء حلوة وشايفة أنا في مكونات وشغلات، فتفضلي شو حتقدمين اليوم؟ اليوم هي خفيفة ولطيفة وحلوة زيك، أكيد حلوة زيك ما شاء الله عليك. هي تدوير أشياء قديمة عندنا بالبيت ما بدنا إياها. ممكن نرشها ونحط لها الجلتر. أيوة. يعني بتطلع منظر ممكن يستفيد منه أبنائنا في البيت. طيب هلأ إحنا مثلا نعمل شغلة، إيش نسوي اليوم عشان نشوف إيش المكونات اللي رح نعملها؟ طبعا المكونات أي كرتونة عندك أي بالبيت كرتون. يعني لنا نفرض هاي كاسة من اللي مش مستخدم يعني. أيوة تمام. أو كرتونة مثل هاي كرتونة كابتشينو احنا بنستخدمها. ترشيها حلو، يعني ممكن توديها هدية. جميل. تحطي فيها شمعة كاسة اي شيء. طبعا هلا كيف بدك الطريقة؟ طبعا الرش هذا بيكون انه الوان، عندك رش يمكن تكون رش طبعا دهبي. جميع الالوان. هلا احنا الرش الموجود معنا اليوم اللي هو الفضي حلو، والجلتر الفضي برضو اللي لمعة هيك يعني اللي بيعطي لمعة. والاكسسوار يعني الاكسسوار اللي انت بدك اياه، اي اكسسوار بلزم. طبعا الوان في عندي من هدول موجودين برضو بسوق البخاري برضو. حلو التلبيق كمان، اللون الموف مع الفضي يعني ممكن تلبق. يعني انت حره. طبعا سوق البخاريه هو اللي فيه كل المواد، كل الاشياء هاي برضو يو اتش ومقص. هاي بس المكونات. اشياء بسيطه كثير بسيطه. تفضل نبلش. نبلش طبعا بتفرد يا قطعه مشمع يا جريده. اكيد عشان ما يوسخش. بدنا نبلش بالقطعه الصغيره تمسكيها. طبعا اذا اولادك بتلبسي قفازات بس طبعا. بس كان جبناها سهل. لا لا بس هي سهل التنظيف مش صعب. طبعا بنرشها بالطريقه هاي، ما راح ارش كثير انا. وهي طريه حلو بتصيري بتحطي وهي طريه بتحطي ماده الجلتر عليها. يعني انت بتعملي هيك لما بتنشف عم تعملي جهه انت هلا جهه لازم تكون طريه. وهي طريه بتحطي الجلاتر عليها. حلو. هلا بتنشف كامله بعدين بتصيري تزيني فيها بالطريقه اللي انت بدك اياها. بتنرش من جوا ومن برا بالطريقه حتعمليها انت هلا تكمليها كلها بالطريقه هذه؟ لا ما راح نكملها. تكملي رشها. طيب ماشي، يعني حتكون هاي الكاسه اللي هي القهوه بتكون لما تخلص بهاي الطريقه. بهاي الطريقه بدنا فرضا نرش مثل هاي زي هيك. طبعا نفس الشيء هيك ترشيها من جوا ومن برا برضه. بصير رشها كلها ولا صعب عشان مش لابسه؟ لا عادي انا برشها ما عندي مانع. رشيها توكل على الله خلينا نشوف كيف بتطلع عشان تكون طريقة. طبعا ما تخاف ست البيت هي من التنظيف هذا سهل بالمي بيروح.
حلو. طيب خلص احنا هيك عشان برضه يمكن الريحه عم تطلع ما شاء الله قويه بالاستوديو والشباب هلا بدوخوا هيك جاهزه. ايوه بالضبط. تطلع معنا هاي صندوق احذيه. حلو. هلا صندوق الاحذيه عملناه بالطريقه هاي، رشيته من جوا ومن برا، زينته بالطريقه اللي انا بدي اياها اللي هي هاي الوردات. بيطلعوا طيب. شايفه كيف؟ طيب. ممكن انا بدي اسال سؤال. انا بدي اسال سؤال هلا بالنسبه لهذيك القطعه، نتخيل اللي تاعت الكابتشينو، تخيل انه لشيناها كلها، رشيناها كلها، ايش هاي ممكن تطلع؟ هاي ممكن تحطي فيها شمعه توديها هديه. طب ممكن اوكي، ممكن نشوف كيف الاكسسوار تحطي عليها عشان برضه اذا الاكسسوار طبعا هو جاهز على الجهه اللي رشتيها مثلا. اوكي. طبعا اي اكسسوار مش شرط ورده، مو في ممكن عقودة البنات، اشياء بتبرق هيك وشغلات حلوه. ممكن يعني باليو اتش. ايوه انا قصدي هاي الفكره عشان نعرف كيف ممكن نوصل الاكسسوار لل الرشة والريحة. ما شاء الله بلشت تطلع بزيادة. أي زينة أنت بدك إياها، أي زينة. ممكن تحطي برضو شبرة. تمام. ممكن نحط شبرة، أي إشي. هذا برجع لذوق ست البيت. أيوه. بس إحنا الفكرة الأساسية يكون في عندك رش إن أي كرتون ولمعة هالجلتر حتى تطلع بإشي حلو. باليو اتش سهلة جدا. بتتنيها ما بتاخذش وقت. يا بتقصيها يا بتتنيها وبتعمليها منظر. حلو. هاي قلتي لي عفوا ايش بتطلع لما تخلص؟ هاي بتحطيها ممكن فيها شمعه توديها هديه. ممكن مج، كاسه، اي شيء عندك الواتر ممكن تحطي فيها اذا كان ما فيش عندك مثلا علبه فاضيه او كذا وهيك بتحطي فيها. حلو. ممكن تحتفظي فيها باشياء يعني حتى شوفي مش مكمليتها بس طلعت حلوه. جميله، يسلموا ايديكي وان شاء الله يكونوا استفادوا برضه. جميل. وهلا بالنسبه لهذيك تاعت الاحذيه عفوا اللي عملتيها اللي هي هذه جاهزه لما تنشف وتخلص. هي عملتيها على فكره قبل شوي سويتيها. عملناها قبل شوي. هيك جاهزه، بتحطي فيها الاوراق، اكسسوارات البنات الصغار. قديش بياخذ منك وقت؟ انا شايفه هاي ما بياخذش وقت ولا شيء، يعني بس ينشف بده ربع ساعة لما ينشف. بعدين بتجهز جاهزة هيك. وممكن تكون على فكرة صندوق للبنات الصبايا الصغار بيحبوا يحطوا اكسسواراتهم شغلاتهم وهيك في البيت في في العلبة صح؟ هيك انا بناتي حاطين المناكير ويعني مناظر حلوة. يعني الفكرة ستمنى انه لما احنا نعمل هاي القضية تاعت تدوير الاشياء القديمة قديش ممكن برضه ست البيت تستثمر شغلات عندها هي بتفكر انه ما لهاش اي داعي. ما في لها داعي. فممكن نحكي احنا ترشيد استهلاك بس بطريقة ثانية. ايوه نعم مظبوط كلامك. جميل جميل. طيب هديك الكاسه برضو كمان لما تخلص بتكون نزينها. شوفي كيف منظرها. ممكن نزينها ازينها على اساس انها على اعتبارها مرشوشه ومرتاحين من ريحه يعني، فخلينا نجرب كيف تكون. انا عجبني تنسيق الالوان، يعني الفضي كثير بيجي مع الموف صح، بس لو كان ذهبي مش عارفه ايش حيطلع عليه الورد. هو برضه كثير الذهبي بيطلع حلو. انا بزين، كنت ازين ذهبي. حلو. فنجين القهوه الساده. هاي لازم انا اعملها خليها هيك. فنجين القهوه الساده البلاستيك بتتزين كمان بتطلع كثير مناظرها حلوه. فنجين القهوه الساده البلاستيك بدل ما يكبوها برضه بتقدر ترشيها بنفس الطريقه. والله فكره فعلا. وبتطلع منظر حلو. بس هو يمكن والله بقول بدها الشغله انه مرأة يمكن عند ست البيت ومزاج انها يعني برضه فكره حلوه بدل ما تعملها شغله. حلو. شفتي على فكره لما حطيت الورود صار منظرها احلى. بس بدها وقت لما تنشف اليوتش تلزق شوي تلزق. تلزق. بتكون يعني ارفعيها اذا في مجال نشوفها عشان المشاهدين يشوفوها عن طريق الكاميرا. كثير حلوه كثير هيك ناعمه. بس بدها وقت لما تنشف. نعم هلا بس خمس دقائق بتنشف. تمام. طيب احنا هيك بكون تقريبا انهينا نحكي الفكره. اللي عملتها الفكره فكره خفيفه لطيفه برضه. هاي برضه ايش هاي؟ ايوه نفس الشيء اذا رشيناها راس قلب بتطلع كثير حلوه. لانها راس قلب بتطلع كثير حلوه. اذا نحكي لك يسلم ايديك ستنا على هاي ان شاء الله الطريقه الحلوه. واكيد يعني نتمنى يكون المشاهدين استفادوا من هاي الفكره ويجربوها لحتى نشوف كيف ممكن يعني نعمل اشياء عندنا في البيت نستفيد منها. طيب احنا معنا اتصال. طيب نسمع حنين. اهلا وسهلا يا حنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. صوت مش واضح. حنين معانا؟ السلام عليكم. معنا يا حنين؟ أهلا وسهلا عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا حنين. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيكي. على البرنامج الراقي الجميل الذي يلامس المجتمع والشباب. أهلا وسهلا فيكي يا حنين، وأنتِ وكأنك طالبة جامعية صح؟ صحيح. وانا من زمان حابه الحق البرنامج من اوله بس الظروف ما اسعفتني والله. اهلا وسهلا فيك. ايش حابه تشاركينا اليوم يا حنين؟ شو حابه تحكي لنا؟
حنين شاركت يعني سريعا وذهبت سريعا. نشكرها على كل حال على اتصالها، ونتمنى ان شاء الله دائما هيك انه نسمع اصوات شبابنا اللي بيهمنا دائما، يعني نسمعهم ونعرف مشاكلهم وهمومهم ونجاحاتهم. واحنا بنشكرك برضك مره ثانيه سكونة على قدمت لنا اياه. مشاهدينا احنا لهون يكون انهينا فقره برنامجنا اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ونتمنى دوما الحياه الامنه والخيره لابنائنا وشبابنا والصبايا والشباب في كل مكان، والبيوت الاردنيه والعربيه في كل مكان. بيتكم عامر بالخير في امان الله.